بمناسبة وجود كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي، كان حارس مرمى نادي النصر وليد عبد الله قال ان رونالدو هيشهر اسلامه ان شاء الله. شايف الموضوع ده ازاي؟ اكيد كأي شخص يعني مسلم بشخصيه بتاثير كريستيانو رونالدو، اعتقد اي شخص يفرح لما يفرح لاسلام شخص ويفرح انه رونالدو كذلك. بس هو ممكن الموضوع ده فعلا يحصل، او في كلام ان يعني رونالدو في حاجه حصلت عشان الناس تتكلم كده جوه داخل نادي النصر؟ ما تستبعد الامر، لكن اعتقد انا من وجهه نظري انه حتى لو اسلم ما راح يعلن بشكل سريع او بشكل مباشر، يعني بمعنى ممكن يخاف من رده فعله يعني تكون يعني شوي صعبه. بس اعتقد لو رونالدو فعلا يعني ما اعتقد انه راح يعلن بشكل سريع، يعني قصدك لو ممكن يعلن في وقت متأخر مثلا، او بعد كام سنة، او بعد ما يكون خلاص اعتزل كرة القدم مثلا؟ ممكن ممكن.